شفت ازاي هدف أفشة في المباراة، واللي هو يمكن الحاجة الوحيدة الحلوة قوي في زي المباراة. ما انت بتقولي هو احسن حاجه في المباراه، يعني صلاح لهاني بالعرض، مصطفى محمد فوتها، جملة حلوة قفشه اتعملت الجمله الوحيده اللي اتعملت، صح، الجمله الوحيده اللي اتعملت كويس وطلعت بشكل كويس راحت جون. فانت لو كنا في مباراه كينيا عملنا جملتين او ثلاثه بالشكل دوت اعتقد كنت هجيب جون واثنين وثلاثه، لكن اللي هي الجمله الوحيده اللي اتعملت في المباراه كلها يعني. طب كابتن عبد الله شايف ايه، يعني ايه مبررات او ايه اسباب انه بعد اول 5 دقائق اللي هو كان فيه هجمات كتير قوي من جانب المنتخب المصري على مرمى منتخب كينيا، بعد كده يعني الاداء ما كانش افضل حاجه، شايف ايه ممكن تكون اسباب ده؟ والله انا مش عارف ايه اسباب بالظبط يعني، انا يعني هل هي مثلا طريقه اللعب، توظيف اللعيبه بشكل مش افضل حاجه، هل زي ما يعني كتير من الناس تقول انه ما كانش في وقت كافي ان اللعيبه دي تنسجم مع بعض، ولكن برضو في راي تاني انا بطرح لحضرتك كل الاسئله او كل الاجابات، انه ما هو اصلا معظم المنتخبات ما بيبقاش عندها وقت ان هم اللعيبه تعمل معسكرات او مباريات وديه، فده مش سبب او مش مبرر، وطبعا ما ينفعش نقول القماشه لانه دي افضل لعيبه الحقيقه، يعني ما فيش اسم فيهم عليه غبار. بالظبط يعني، لا هو مش معظم منتخباتها، كل منتخبات ما بتعملش معسكر كافي ان هي اللعيبه تنسجم مع بعضها، بالظبط ده الطبيعي في كل دول العالم، في اوروبا وفي افريقيا وفي كل حته، بس هو يعني ما اعرفش يعني ممكن نقول بعد ما جابوا الجون حبوا يريحوا شويه او ارتاحوا شويه او رجعوا لورا شويه فده اثر عليهم، او ممكن الجو برضه هناك ما كانش كويس فممكن يكون اثر عليهم، انا ما اعرفش بالظبط ايه اللي حصل، بس هم بعد الهدف حسيت ان هم رجعوا ورا شويه، ما بقاش يادوا بنفس الاداء اللي هو في اول 5 دقائق بعد ما جبنا الجون، لا لقيتهم رجعوا ورا شويه، ما بقاش فيه استحواذ على الكوره بشكل كويس، طول ما انت فاقد الكوره طول ما انت عليك ضغط على طول او عليك هجمات، لكن طول ما انت مستحوذ على الكوره او ماسك الكوره بشكل كويس الهجمات هتقل عليك يعني. طب تفسر بان في لعيبه مع الانديه بتاعتها بتادي بشكل كويس جدا، بس تيجي مع المنتخب بنشوف العكس في الاداء، وعلى فكره ده مش في مصر بس، احنا بنشوف برضو ميسي مع الارجنتين غير ميسي مع برشلونه. يعني مش عارف بالظبط هم يعني ممكن يقول لك بطوله مش مهمه قوي او تصفيات يعني هنصعد بيها تصفيات افريقيا فما بيقدوش بنفس الشكل، او ممكن يكون خايف يتعور عشان النادي بتاعه، او يعني هي بتبقى عقليات كل واحد وعقليته يعني، هو بيأدي هنا زي ما بيأدي هنا، او هو بيخاف على نفسه شويه، او هو قلقان يتصاب يرجع فرقته تاني يرجع ما يلعبش، فهي بتبقى بس لو هو فعلا لو في حد خايف على نفسه ان هو يتصاب متهيألي يعني ده مش صح قوي، انت المنتخب المفروض يكون رقم واحد، ولا يعني انا بسألك. لا هو انا يعني بالنسبه لي المنتخب اهم بالزبط. يعني انا بتعب وبأدي بشكل كويس وبوصل للتوب فورم في الفرقه بتاعتي عشان اروح المنتخب، يعني انا بعمل بكل اللي عليا في فرقتي عشان اوصل للمنتخب، فاكيد مش هوصل للمنتخب وأدي بشكل مش كويس. طب هل شايف ان مفيش انسجام بين عناصر الفريق؟ لا الانسجام قليل شويه يعني، انا حاسس من احساسي ان هو قليل شويه. طب ده ممكن يتعالج ازاي مثلا؟ يعني هو تثبيت التشكيل شويه، حاول تثبت التشكيل، حاول تثبت العناصر، يعني زي ما انت قلت كده في الاول الحلقه الماتش اللي فات كان بيلعب حمدي وطارق، بكره هيلعب بالسوليه والنني. طب يعني التغييرات كتير بتأثر على الفرق، يمكن مثلا عشان دي مباراة مش بحب كلمة تحصيل حاصل، ولكن يعني قصدي ضمن التأهل فخلاص بيدفع بعناصر جديدة بيجرب مثلا. لا بالعكس يعني هيجرب النني، يعني انا جايب واحد من ارسنال اجربه صعبة شوية، بس هو بالعكس انت بكره الماتش عندك في ملعبك فرقة جزر القمر يعني مش وحشة ومش كويسة، فالمفروض انت بتأدي بأداء كويس او تحاول تعمل الأداء اللي الناس طالباه منك او تحاول ترضي الناس اللي هي منتقدك في الماتش اللي فات، المفروض ان انا بلعب بالفرقه كلها كامله او بالطب بالفرقه كامله عشان خاطر اعمل اداء كويس واعمل نتيجه كويسه اعرف احسن الشكل اللي حصل في ماتش كيني. فما اعرفش التغييرات كتير في الملعب بتاثر على اللعيب. طيب عايز اعرف رايك في اداء اللعيبه المحترفين في اللي شاركوا في المباراه اللي فاتت. ما حدش يعني انا من وجهه نظري ما حدش ادى بالشكل المطلوب منه او اللي الناس مستنياه منه. انا عندي محمد صلاح من احسن 4 5 لعيبه في العالم، مصطفى محمد ما شاء الله ماشي بشكل كويس، تريزيجيه لا يعني انا من وجهه نظري انا ما حدش ادى بالشكل المطلوب منه او اللي الناس مستنياه يعني. الاداء ما كانش كويس جدا يعني. يعني صلاح ما كانش في فورمته، وتريزيجيه ومصطفى محمد ومعظم اللعيبه عامه ما كانش في الفورمه بتاعتها، يعني معظم اللعيبه ما كانش في الاداء المطلوب. طب